ينضم إلينا من العاصمة اليونانية أثينا مراسل القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات. عبد الستار، بعد التحية، يعني لا تزال هناك بعض المظاهرات والاحتجاجات التي تشير إلى الغضب من قبل اليونانيين في العاصمة اليونانية أثينا، مزيد من التفاصيل حول هذه المستجدات. نعم كريم، أتحدث إليك من سنديغما وهو أكبر ميدان في العاصمة اليونانية أثينا، حيث يوجد في أمام البرلمان اليوناني. هنا قبل قليل تفرق نحو المئات من أبناء الشعب اليوناني الذين لبوا الدعوة لاتحاد العمال والشغيلة الفلسطينيين الذين نظموا تظاهرة أو وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني هنا في وسط أثينا. هذه التظاهرة يعني تأتي ضمن التظاهرات اليومية التي تشهدها اليونان مؤخرا، ليس في العاصمة اليونانية أثينا فقط وإنما أيضا في الأقاليم والجزر المختلفة البعيدة عن أثينا. في تظاهرة اليوم يعني كان هناك يعني ممثلين من الأحزاب المختلفة، المؤسسات، الجمعيات، الرابطات، الكل يتضامن مع فلسطين. كريم، كان هناك بعض اللافتات والشعارات والنداءات التي كنت أسمعها وحصلت عليها من المتظاهرين. هم يطالبون بثلاث مطالب رئيسية في بعض الشعارات، وهو وقف المذبحة، وقف فوري لإطلاق النار، وإعلان الدولة الفلسطينية الآن. وإنما أيضا هناك العديد من المنشورات التي يعني تنادي وتقول أننا كل يوم سبت سوف نتظاهر هنا في هذا المكان. أيضا هناك بعض اللافتات المكتوب عليها نحن سوف نضرب عن الطعام طالما هناك الحرب مستمرة في فلسطين. أشير أيضا كريم إلى تغير الموقف اليوناني، موقف الحكومة، والتي صدرت بيان قبل يومين بأنها تجدد دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأنها أيضا تطالب بتحقيق أممي حول ما يحدث من مذابح أو من الأشياء التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في رفح من قتل المدنيين وحرق الخيام. كل هذه الأمور نجدها هنا، دعم من النقابات، دعم من الأحزاب. أيضا بعض اللافتات كريم تقول أنه يعني تطالب الحكومة اليونانية بعدم التورط في هذه الحرب وعدم تقديم التسهيلات للولايات المتحدة الأمريكية وحلف النار. نعم. أشكرك شكر جزير عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة اليونانية أثينا.